حاجة عربية بعشرة صيغ. كوسة. كوسة بالنسبة لك انتي هتحتاجي اتنين تلاتة مقانيق مغرمين من بتوعكو اللي لونها فاتح دي. بالنسبة لنا احنا في اوروبا هي كفاية واحدة كبير. كوساية كبير واحدة. يس. بالنسبة للبلاد العربية والبلاد الشقيقة الكوساية بتاعتكم قد كده. يس. احنا عندنا ربنا معرفش بيزرعوها فين بس هي كوسة. يس. بالانجليزي اسمها كروجيت. كوسة. الكوسة دايم. يس. مفيدة جدا للشعر مش لل يا قللت العادة. يس. قطعي واغسليها كويس. حميها اختي. حميها. لي فيها الكوساية. نضفيها. واغسليها كويس. اوكي. وقطعيها حتت. اوكي. وبعدين هوريكي ناو. وبعدين حطيها على النار تنسلق. الكوسة ما تاكلهاش يا بنت الحرمية. ما تاكلهاش. يس. ولما بتسلقينها بيكون هذا هو شكلها اختي. خلي الحلة تحت لا تفرقع. يس. اهو شايفة. I love you. يس. هي دي كوسة. هي دي كوسة المسلوقة. بالنسبة لك انت سلوقي اتنين تلاتة وانت بتصبع صبع يا معلم. محشي محشي يا معلم. اركن تلاتة كوسة على جنب. مهمة قوي. تعمل ايه بعدين اشرح لك عشان انت مالكوش تقطعنا. عايزين الوصفية وتهرب. يس. اتي كوسة اسلقيها وحطيها من غير المية. كوسة ريحتها حلوة قوي والله. ريحتها جميلة وهي مسلوقة. مش للأكل دي للشعر أختي. اهي الكوساية الكبيرة بتاعتي انسلقت بسرعة قبل ما هزقتكم. انسلقت اهي كده خلاص. الكوساية انسلقت خلاص. بس خلاص ما تكلم. اهي كوسة مسلوقة ريحتها جميلة موت. غنية بالفيتامينات للشعر. بتنعم يا اختي. الكوسة دي بتنعم الشعر. وكمان اسلقي بذور الكتان. بذور الكتان اهي. وحطيها في المصفاية تصفى وهي دافية. بذور الكتان بتاعتك اللي هي اصلا بتخلي لك شعرك تقيل. يس. مش عايزين شرح علمي وما عاوزين شرح بيها عند طحن. يس. وخلي بقى ايه البقايا بتاع بذور الكتان دي على جنب علشان هنعمل لها اعادة تدوير لو في وقت. انزل يا معلم. يس بيبي يس. نزلت بذور الكتان لوحدها على جنب علشان هنعمل لها اعادة تدوير. مش هنرميها هنحلفها. يس. وادي بابور. الله يعرفك عند يعرف امك. دي بذور الكتان اللي بتقل الشعر يا ابي. ايوه هي دي بعينها بغباوتها. بذور كتان مسلوقة عادي والله. عبارة عن ربع كوباية بذور كتان وكوبايتين مية. اغليهم هتطلعي منهم بابور. يس. الله يعرفك عند يعرف امك. ناو هي وي جو. ادي ملعقتين كبار فوق الكوسة من بذور الكتان. اتنين بما يعادل يعني. لسه بابور بيقع ولا يهمك. نزلي الباقي. كله مفيد. كله مفيد. مفيد جدا خالص للشعر مش للحاجات التانية. وبعدين احفظيه في التلاجة. يس. او حطيه في علبة بلاستيك وزقيه في الفريزر متغطي. خلاص خلصت الشغلانة. يلا بقى خلاص هي كده حلوة. يا
انتم طبعا ناو مش فاهمين حاجة، بس انا مش مشكلة انتم تفهموا، المهم ان انتم تنفذوا الوصفية وتقلدوها وخلاص، عشان الناس اللي بتفهم مش هنا، الناس اللي بتفهم هناك. خلاص حطينا كوسة مسلوقة، بذور كتان مسلوق، الكمية على حسب مزاجك، عشوائي يعني، يس؟ وشوية رز مسلوق برضو، كله مسلوق، ما تاكلهاش، ما تاكلهاش، يا لهوي، يا بنت اللذينة، أهو رز مسلوق بدون أي حاجة، معجن من المرة اللي فاتت سلقينه، حبة محترمات عشان بيتقل الشعر الخفيف، أهو رز وكوسة وبذور كتان. أهو بحتفظ بيه في التلاجة لمدة أسبوع كده زي ما هو خالص، بعدين ببتدي احس ان هو كده مدته طولت، ازقه في الفريزر، دي الحاجه اللي هتخش الفريزر. اهو كوسه، بذور كتان، رز، انت زيت زيتون كده خلاص، انت مش هتاكليها. يس، حطي ملعقتين كبار مزلقتين من زيت الزيتون، علشان الكوسه مع زيت الزيتون هتنعم لك شعرك. يس. اهو خلاص انت كده خلاص في ايد امينه، هتروحي عند امينه غيري هتلبسك في الحيط، مع الكوسايه هتاخدين الصفار بتاع البيضه، يا صفار بس مش مهم البياض، خلي البياض على جنب علشان البيض غالي يا اختي، خلي البياض لوشك، حطي صفار لشعرك، اهي صفار بيضة كده، انا عندي فيتامينات كاملة متكاملة، مجوزين بعضياتهم هنا، اوكي؟ حضاري بقى ايه المدفعية وانزلي عليهم اضربي نار، نعميهم بقى او حطيهم في الخلاط عند خلاصي مني، وروحي بقى انت حتة تانية. يس، متقعديش معانا، اضربي وريحي، انت اضربي، هتاخدي مني ماسك للشعر للكثافة، لتقيل شعر يعني كثافة، تتقيل الشعر، يا والشعر اللي هو اصلا فيه حكة، والشعر الخفيف اللي زي شعري، والاول مرة ماسك الكوسة للشعر لتنعيم وتتقيل الشعر. يس، بنريحه عند اشغل. ناو انتي عندك مكوناتك الحلوة الجميلة دهين، عليه زيت زيتون، كل اللي متشغليه ريحيه يا اختي وريا. يس، انتي كده مظبوطة. يس مظبوطة، انتي كده مظبوطة، ريحته حلوة؟ اه ريحته حلوة، متقلقيش منه خالص، حتى بعد غسيل الشعر هتلاقي ريحة شعرك حلو. يس، الشفشق ده او انت بتسميه كوز، يا كوز ده لما هتعملي منه كمية تقدري تحطيه في برطمان، يس، وتسيبيه في التلاجة، وبعد 3 يوم ترجعي تستعملينه تانية. اللي ينقصه تروحي كبلاية القرود وتضحي، هتحتاجي موزاية، يس، الموزاية علشان اعمل عملية كرياتين وتنعيم وريحة حلوة من الموزاية، كمان مغنيسيوم اصلي. ناو مش مهم الفيتامينات، انت عارفة كويس انا اقصد ايه، انت عارفة، انت حرامية عند عارفة. يس، اقطعي الموزاية تحتك ودخليها ناو في الدربية الاخيرة هنا، وعلشان الماسك داخل فيه موز هتحتاجي الليمون الحبايب عند الليمون، ليمون نص ليمونة علشان يحفظ لي المسائل دهي، نص ليمونة اهي جاهزة ابي حافظ، وعصري نص الليمونة بتاعتك بدون بذرة اختي. يس، ماسك ما حصلش بصراحة، ماسك بتلات تعريفة لكنه جبار، او لا شوف اي كاس بس جبارة، عصاري ليمون ب
بتاعك على البنان علشان تاخدي مني ماسك ما يخسرش عند يعيش ويديكي نتيجة مظبوطة بدون البذرة اختي. يس اجربي بقى ناو الموزة. شفتي ماسك الفقراء والغلابة والمساكين لتتقيل الشعر والكرياتين المنزلي. اول ماسك كوسة يتعامل عند ابي لندن ووكر. حاولي ان انتي تنعمي موزايا يا اختي كويس. لو ما عندكيش مدفعية عيشي في سوق الخلاط. خشي في الخلاط هيقوم بالواجب. بس ما تخليهوش لما تخليه ناعم ناعم قوي قوي يا ناعمة يا بريه. بس خلاص هو كده مظبوط اهو. يس مظبوط. ناو الحاجة الأخيرة اللي هقفل بيها الماسك ده هو الشوفان. الشوفان المطحون البودرة مش الخشب. ليه الشوفان؟ لأنه الشوفان غني جدا 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 وبيساعد فروة الرأس على أنه يجيب نتيجة حلوة مع الموز. شوفان والموز وكوسة وصفار بداية وزيت زيتون. وادي الشوفان المطحون اهو وهنبتدي ناخد منه ملعقتين كبار ونقلب الماسك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو الكمية زي ما انت عايز على حسب طول شعرك. ادي واحدة اتنين وابتدي بقى اقلب الشوفان علشان يندمج عند يبوس جوه الحياة دهين. الشوفان ضروري ضروري في الوصفة دي. كده انا حضرت العفريت وهقلعنا وحطه على شعرياتي واسيبه بقى هنا ساعايا ساعتين لحد بالليل ممكن. وبعدين قبل ما نام اغسله بشوية مية فترة الاول وحبة شامبو بمية الجنزبيل. يبقى انا كده بعمل كثافة وعلاج وفيتامينات كله في واحد. يس وتقدري علشان تاخدي ماسك مظبوط تصفيه بالشاشة او قماشة. مش شغلانة ما خدش مننا وقت وحلو فعلا والتخانة بتاعته بتتظبط من الشوفان. ناو طبعا انا مش هقدر اصفيه كله علشان وقت الناس لكن اقولك انه انا ممكن احطه في برطمان. الاول في برطمان شوية وبعدين شوية اللي هستعملهم اصفيه ومحطهم على شعري. تقدري انت تصفيه كله مرة واحدة لو عندك وقت. بس انا عايزة الحق اطبخ الاكل بتاعتي. بلش ويش عشان ما تكسرش. كل حاجة في المطبخ ده مع نفسها كده. وهاتي بقى بطرمان. نجيف ناشف يا اختي. يس. وحط فيه الوصفاية بتاعتك دهيا هنا كده. وتقدري تخلي شوية علشان روحانياتك تعمليهم ماسك. وعلشان انا احفظه فوق البطرمان ده لازم اغطي الوش بشوية زيت زيتون. بس اقتصادي جميل. عبة زيت زيتون محترمات فوق الوش واقفلي البرطمان واحفظيه انتي بقى وبناتك انتي واختك انتي وجارتك وجبي هي كوسايه اتنين على حسب ما تحبي. اهو ادي الماسك بتاع التساقط تتقيل الشعر كرياتين وتنعيم للشعر مش للقعر. ناو خلاص. ناو هنا بقى ده هنحطه في اي فردة شراب نظيفة قماش معفن يعني. يس وهنصفيه وهناخد الخلاصة نحطها على شعرياتنا. That's it. اللي بيسرقوا الوصفيات يرحلوا بقى. امشي امشي روحي حتة تانية. يس يس بيبي يس. ات
هاتي ده كوز. ياه هو ده، هذا كوز، هذا كوز. حطي بقى هنا وصفي بقى الوصفاية بتاعك كده عشان تاخدي منها الفاينل بتاع الكوسة المليانة فيتامينات وريحتها تحفة جبارة. والله ريحة الماسك جبار اقسم بالله. ناو علشان تبقوا مطمنين هحطه على شعري، عشان انا عارفة الحاجة الجديدة لما بنزلها الناس بيخافوا لما يشوفوني بحطها على شعرياتي بيفهموا ان هي مش ضارة، يعني مش ضارة. لا علشان كنت لابسه من الصبح ده. اوكي here we go، هنعمل اكلانياتنا ناو مع بعضياتنا، واللي عاوز يسرق اي حاجة مش هيعرف، خلاص احنا دلوقتي هنطبخ. يلا توكلي على الله اختي، طريق زراعي، روح شوفي حد تاني تقلبيه بقى. يس اعصاري اختي الماسك الحلو بتاعك اللي هو من الكوسة ده والرز وبذور الكتان وصفار البيضة ونبي تكتبي الوصف، محدش هيكتب لك، محرومين كلكم من الكتابة معاهم كده كده. اهو خلاص احطه ناو على راسي، بس اخد اخر حبة. وتقدري تحطيه زي ما هو، بس انا ما بحبش البقايا بتاعت الماسك تبقى في فروة راسي، انا بحب اخده زي الكريمة كده. That's it. Here we go. ريحته حلوة، لونه حلو، غني بالفيتامينز. That's it. كده 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 ماسك الكوسة العالمي من لندن يحييكم. هيو هيو. Yes. That's it. فوق يا خوخة. يا خوخة يا حربوقة. Yes. فوق يا خوخة، فوق. فكيها على نفسك وعروح نوتك عشان الناس القليلة الأدب تنصرف. انصرفي يا ولاية، خلصت خلاص، روحي روحي، تقعدي ليش يا حرومياي، يا بات الحرومياي. خشوا تقلبوناني وتروح جاية قايلة لهم أنا جبتلكوا وصفة جدتي. جدتك مين يا بات الورمة بالفم المليان؟ يا جدتك قاعدة في انجلترا؟ قلتم يا لهوي عليكم، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يا ولاية نكشت شعرها. ياس نكشت شعري، لازم يكون الماسك بيتحط على الشعر مبلول يا لول. كده 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 ونبتدي نابلاي ذس وان. هتتعاص شلحي بقى وانت بتشتغلي، شلحي ها شلحي صلحي وقلعي كل حاجة عشان ده كوسة. كوسة يس كوسة. ودبي ايدك هنا كده وانزلي بالماسك بتاعك على شعرياتك كده. عايز تعمليه بالفرشة اعمليه ويتزلحق عليكي، ولا تزعلي دي جلباية، ولا تزعلي دي جلباية. يس تاني كده ونحاول نحط الماسك بتاعنا على الشعر ونسيبه ساعتين ثلاثة. كرياتين أصلي من كوسية ولا يهمكوا خالص خالص، والله ولا يهمكوا خالص. كده كده لي في روحك واستحمي يا أبي على الهوا، ويفضلوا يشتمونكي يس يسرقونكي ويعملوا لك بلوك ويشتمونكي يس. اه والله يس، ويسرقوني ويشتموني ويعملوا لي بلوك. تيزك حمرا يا اختي، انت اخر الكوسي. ناو هنا الكوسة حلوة قوي، تخلي شعرك حرير. الموز والكوسة اخر صيحات الماسكات. يس بيبي يس. وحاولي ان انت تلمي كل شعرك وتخليه ماكسي وتغطيه بكيس بلاستيك وتلميه وتسيبيه ساعة اثنين ثلاثة no problem at all. alright yeah. وده بقى ادخله مع الباقي. here we go يا بت القرعة. yes
واحط باقي الماسك بتاعي هنا وبعدين ابقى صفيه لما اجي استعمله نبره ولا يهمنا. كل زعلان مننا يعمل زينا. That's it. انصرفي بقى يا بت الورمه. يلا روحي روحي. اول القصيده كفر الصينيه اتخلعت. ام تجيبي كيس بلاستيك او بونيه بلاستيك او كيس زبالة اي حاجة. يس اي حاجة اي حاجة اختي. اهو كده 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 ودفيه عشان يديكي النتيجة افضل. وافضل انا اعمل في الماسكات وهم يسرقوناني ونعمل في الماسكات وهم يسرقوناني. كده 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 اهو خلاص. وقلوباته وحركاته بس كده خلاص مات كلام. واللي مش عاجبه روح الحمام وهاتي اي بونيه اي بونيه عشان بس التدفئة تكون عالية يعني. بس البونيه بتاعك يا بتاع الاطفال ده فوق الكيس عشان بس يعني ايه يبقى شكلك مش وحش يعني. يا يعني مش معنى ان انت بتعملين ماسك تبقي اجلي. نو no.